عندي بتنجان بجبنه الموتزاريلا، ما بحاولش اشيل كل السكين او القشر ده كله مره واحده، لا، لان في طعم، بديني طعم حلو. هعمل ايه يا سيدي؟ سلطان بيبر، ملح وفلفل، بس بتهيألي بقاش الفلفل الا بعدين كده. تعفيرت الديدي بعمل لها شخصية يا جماعة عشان ايه؟ تبقى معايا حاجة هايلة وحاجة حلوة وحاجة جميلة. نعمل كده بقى اهو عشان ايه؟ كله ياخد مع بعض. هنشوف مقاديرنا. جبنة موزاريلا مبشورة، شرائح زيتون، زيت زيتون، ثوم وزعتر وطماطم، صوص طماطم، بقدونس، خل، ليمون، بصل احمر. حطينا البصل على النار مع التحبيشه بتاعته الحلوه، مع التحبيشه الحلوه، بصلية على النار اهي، البامية بتاعتي خدت حقها كده بالصلاة على النبي وزيادة. نحط بقى التوم كده، حطينا زيت زيتون. زعتر. التحبيشه دي حلوه، واخده كرفس، واخده كرات، وبصل وتوم، ملح وفلفل، ادي ملح، ادي الفلفل اهو، ده الطماطم بتاعتي، وادي طماطم بوريه. وادي الزيتون. سام ايه؟ سام ايه؟ سام س... لا شو شو ما ساعة. لا. طيب كده بقى. حاضر يا باشا. هنا ده الصلصة بتاعتي. قوم بقى ايه؟ حبة بشاميل. طبعا اكلة يتفت لها بلاد، أكلة يتفت لها بلاد. نحط دي هنا كده، وبرضو نحط دي هنا كده.